لقد أخطأنا إذ قتلناهم والجند هدهم التعب. أعلم ذلك، كنت آمل أن نباغتهم وهم يقيمون معسكرهم فلا يكونوا قادرين على مقاتلتنا، ولكنهم أدخلوا ذلك في حسابهم وهيئوا أنفسهم. لو منحنا الجند بعض الراحة. قد انقضى الأمر، وهي معركة صغيرة على كل حال، العبرة فيما هو قادم. وماذا تنوي أن تفعل يا سيدي؟ ليس أمامنا إلا أمر واحد. ما هو؟ لقد سيطر الفرنج على الضفة الشرقية من النيل، وليس لنا قدرة في الحرب عليها، لذا علينا أن ننتقل إلى الضفة الأخرى للالتحاق بجيش السلطان. أنت وما تريد يا سيدي، أما أنا فسأذهب إلى القلعة. أيها الجند، لقد قرر الأمير فخر الدين الانسحاب إلى معسكر السلطان الصالح أيوب، ولكنني لن أنسحب وسأبقى هنا، فإن أقبل المرء على الموت فليمت بشرف، إنني باق في القلعة حتى لو بقيت بمفردي، فمن أراد منكم رياح الجنة فليبقى معي، ومن أراد الذل والعار فلينجو بنفسه، ولكم الخيار، فانظروا ما أنتم فاعلون. روبرت، أريد هذا الأحمق حياً. كيف؟ كيف يا فخر الدين كيف؟ قاتلك الله، قاتلك الله. هذا هو دفاعك عن المدينة؟ هكذا تسلم المدينة دون قتال؟ كنت أقول إن فخر الدين هو أثبتنا، وإذ بك تهرع إلي كالصبي المذعور. وهل عهدتني ذليلاً أو جباناً يا مولاي؟ لو أنني لم أرى المصلحة في الانسحاب فما كنت لأفعل. لقد دعاني إلى ذلك العقل، لا الجبن وقلة المروءة. وتدافع عن نفسك. أغرب عن وجهي، أغرب عن وجهي. اذهب الآن يا فخر الدين، فلا يناسب السلطان التعب والانفعال. أرجوك يا مولاي لا تغضب نفسك، فقد سقطت المدينة في أيديهم وانتهى الأمر، وليس المهم على من يقع اللوم، بل المهم أن نتصرف بسرعة. ما العمل؟ لقد أخذ الفرنج المدينة وفيها القلعة، وهم محصنون فيها، أما نحن ففي العراء، لذلك يجب علينا أن ننقل معسكرنا إلى مدينة محصنة، وأقرب مدينة إلينا هي المنصورة. نعم الرأي، نعم الرأي يا فارس الدين، أوعز بذلك. Thank you.
أرأيت إلى أين تدفعك الجرأة وقلة الحكمة؟ كيف اعتقدت أن بإمكانك مواجهة جيش جرار كجيشي أيها الأبلة؟ لن تفهم ذلك. ماذا قلت؟ لن تفهم ذلك. أعذرني، ولكن كلامكم هذا يثير في الضحك حين أسمع. ستموت أبشع ميتة أيها الأحمق، لأنك جرؤت على الوقوف أمام أعظم الملوك. غاليران لزيارتنا والاجتماع بنا لينقل لنا ما قاله البطريرك روبرت بطريرك بيروت. تفضل أيها الأسقف، إننا نسمع. لقد بلغنا خبر دخولكم دمياط قبل 6 أشهر أيها الملك، وقد واتاك الحال للهجوم على المنصورة وأخذها أيضا، ولكنك لم تفعل، وقد أثار ذلك استغرابنا. وأنا هنا لأنقل إليكم النصيحة التي خلص إليها اجتماعنا مع بارونات إمارتنا في فلسطين، وهي الهجوم الفوري على المنصورة، فهناك يقيم جيش السلطان الآن، وليس دخولها بالأمر الصعب. أعذرني أيها الأسقف المبجل، ولكن البطارقة لا يفهمون بالسياسة والعسكر كما يفهمها الملوك. على كل حال، فأنا لا أقبل بالفشل أبدا، ولا أضعه في حسباني أبدا. لذلك أرسلت في طلب التعزيزات من فرنسا، وبعد أيام قليلة سيصل أخي ألفونس بواتوا مع هذه التعزيزات. ولكنك لم تخبر هذه البلاد من قبل يا جلالة الملك. أما نحن فعشنا فيها عمرنا كله تقريبا. في هذه البلاد نهر لا يخضع لسلطتكم وأوامركم، إنه النيل، وارتفاع مياهه يؤخر مسيركم إلى مدة طويلة جدا. فاعلم يا صاحب الجلالة إن أي تأخر في المسير يعني قلة حظ في النصر. إن كل شيء مخطط له أفضل التخطيط أيها الأسقف، فلا تخشى شيئا. إن ارتفاع مياه النيل لن يؤثر على تقدمنا أبدا، إنما أنا فرسان مدربون على خوض الأنهار والوحول. لن نتحرك من هنا قبل أن تصل التعزيزات التي ستضمن لنا النصر. شجرة الدر أنا هنا يا حبيبي. أين ثورانشا؟ أين ولدي؟ ثورانشا في الموصل يا مولاي، يرعى ملكك ويحفظ أموالك. لماذا تركتني وحدي؟ أعذرني يا مولاي، فقد كنت أشرف على إعداد الطعام والدواء لك. نفسي تعاف الطعام، أشعر بدنو أجلي. لا تقل ذلك أرجوك. شجرة الدر، أحفظ الدولة من بعدي. أحفظي الدولة. أين ترعشها؟ ويلي، أين ولدي؟ ويلي، إنه محموم.
الطبيب، أرسلوا في طلب الطبيب. سيدتي فارس الدين، لقد كنت مع تورانشاه بن السلطان أيوب في سابق الأيام في الموصل، أليس كذلك؟ بلى، كنت هناك يا سيدتي. كم يستغرق وصوله من الموصل إلى هنا؟ ما الأمر يا سيدتي؟ أجبني دون أسئلة. يستغرق وصوله ما يقارب الشهر إن كان دون الجيش، ولكن عذرا سيدتي، بدأ القلق يتسرب إلى قلبي، ألا تخبرينا ما الأمر؟ أحسن الله عزائك وعزائنا. لم يترك لنا قيادة بعد أن مات، وأخشى إن علم العسكر بذلك أن تضيع صفوفهم. وهذا ما أخشى. حتى الآن أربعة فقط يعلمون بموت السلطان، أنتما والطبيب الذي رآه وأنا، وقد أوصيت الطبيب كما أوصيكم الآن بالكتمان. ولكن كيف نقود الجيش في هذه الظروف الصعبة يا سيدتي؟ سنكون نحن الثلاثة مجلسا للحكم، ولكن الأوامر التي تصدر عنا ستصدر باسم السلطان رحمه الله إلى أن يصل ابنه وولي عهده تورانشاه ليحل محله. فارس الدين، قد عرفته طويلا، هل يصلح ليحكم محل أبي؟ أظن ذلك يا سيدتي. أرسلوا إليه إذن في الموصل ليبدأ المسير فور وصول الرسالة إليه، ليس لدينا وقت نضيعه. مولاي الملك المعظم تورانشاه،
الملك المعظم؟ إنما أنا نائب والد السلطان إن كنت لا تعلم أيها الرسول. ما الأمر؟ ما الذي حدث؟ الملك الصالح أيوب لقد توفاه الله. توفاه الله؟ وقد أرسلني الأمير فارس الدين أقطاي كي أعزيك وأبلغك ما يحدث الآن في مصر. اذهب الآن إلى حيث ترتاح من عناء السفر، ولن نتأخر في المسير إلى مصر أكثر من يومين بإذن الله. كان جاليران على حق، لقد أضعنا وقتا طويلا، وها هو نهر النيل يرتفع فوق ما نطيق فلا نستطيع السير. لماذا تأخرت كثيرا يا ألفونس؟ لقد طلبت أسطولا كاملا يا سيدي، وقد تأخر البابا في منحنا الإذن، فقد حاول ملك إنجلترا أن ينال امتياز قيادة التعزيزات، وأنت تعرف طمع ملوك أوروبا كلها في ملك المشرق وبيت المقدس. لا تخشى شيئا يا جلالة الملك، لقد دسست بعض الجنود بين البدو ممن يعرفون المنطقة جيدا، وقد أخبرني هؤلاء أن ارتفاع مياه النيل يعطلهم كما يعطلنا تماما، لذلك بعد انحسار مياه النيل يصير مسيرنا إلى المنصورة شديد السهولة. ها نحن في مصر فيما يقارب العام ولم نحز إلى الآن سوى دمياط، ونحن جالسون في برمون هذه التي لم أسمع بها قبل مجيء إلى هنا، كمقيد اليدين لا أستطيع فعل شيء. المنصورة لنا يا لويس، وكذلك بيت المقدس، لا تخشى شيئا. أنت من طلب الاجتماع يا فارس الدين، وإلى الآن لم تنطق بكلمة، ما الأمر؟ إنني قلق لأول مرة يا سيدتي، فمياه النيل قد بدأت بالانخفاض، مما يساعد ملك الفرنج وصحبه أن يتابعوا زحفهم إلينا، وقد بدأ الشك يتسرب إلى الجند، إذ أنهم لا يرون السلطان رؤيا العين بل يسمعون أوامره مني ومن فخر الدين، لذلك أخاف أن يتسرب الخبر ونفقد السيطرة على مجرى الأمور. ليس هناك وقت للقلق والجزع. فخر الدين، اكتب أمرا باسم السلطان يقضي بتشديد التدريب على القتال بإشراف فارس الدين أقطاي، وسأضع عليه ختم السلطان فهو معي. فارس الدين، حين تقرأ الأمر على الجند اسمح لأكبر عدد ممكن منهم بأن يروا الختم دون أن تظهر أنك تتعمد ذلك. نعم الرأي يا سيدتي. فأسرع إلى تنفيذه إذن.
دعوتك ولم تأتي، ألا تريد مرافقتنا في رحلة الصيد؟ رحلة صيد؟ لا أدري، أتظن أن الوقت مناسب لرحلة صيد كهذه. الفرنجة أخذ دمياط وما زال جيشهم يتقدم. لو كان السلطان بحاجة إلينا لأرسل في طلبنا. كيف سيرسل في طلبنا وهو محاصر في المنصورة؟ قد قلت الصواب يا بيبرس، ولكن أعود وأقول لك إن السلطان لو كان بحاجة إلينا لأرسل في طلبنا. إن لديه ما يخطط له، وحين يأتي وقتنا في خطته سيرسل في طلبنا. وهذا ما أرجو. جهز نفسك يا بيبرس، لا أريد الذهاب وأنت لست معنا. أعذرني يا سيف الدين. انزع الألقاب يا بيبرس وناديني باسمي. كما تشاء، كما تشاء يا قطس، ولكن ليس بي رغبة في رحلة صيد كهذه. أتخيب صديقك؟ أرجوك لا تلح علي. كما تشاء، سنذهب دونك إذن. قطز، أريد أن نأكل من صيدك في الغد، فلا تخيب أملي. لك عهدي على ذلك. جلالة الملك، ما وراءك؟ لقد دلنا أحد البدو إلى الطريق المؤدية إلى المنصورة دون أن نعلق في الوحل أو الطين. هذا عمل عظيم يا روبرت. خذ طليعة من الجيش واذهب بها إلى الموقع الذي تحدثت عنه لتؤمن عبوري مع الجيش كله. طبع أمرك يا جلالة الملك. روبرت، لا تنسى مهمتك تأمين العبور فقط. جهزوا أنفسكم للهجوم على هذا المعسكر. ولكن أوامر جلالة الملك. كفى، إنها فرصتنا السانحة. هيا. الجنود الذين أمام الأسوار وأبادوهم ولن يلبثوا أن يدخلوا القلعة. بلغ الأميرة فخر الدين بذلك. يبدو أنهم أمنوا لأنفسهم مدخلاً إلى المدينة، وإلا لما أقدموا على مهاجمة معسكرنا وهم ليسوا كل الجيش، وجيشنا غير جاهز للقتال في الليل. وماذا سنفعل؟ نتحصن في القلعة ونرسل إلى أمرائنا في القاهرة بطلب النجدة لإنقاذنا. إنها الوسيلة الوحيدة. لا وقت لدينا للتفكير، يجب أن نتصرف بسرعة. حسن حسن، ليكن. أستأذنك يا شجرة الدر. أقطعي، قد أعجبني أنك ناديتني باسمي دون أن تلقبني بالسيدة.
تستطيع أن تناديني به عندما نكون وحدنا. رافقتك السلامة. إن الفرصة أمامنا كي نأخذ القلعة، وهم بعد مذهولون بما جرى وأحد قادتهم قد قتل. ولكن أوامر جلالة اخلص! أيها الأمراء، لقد أرسلني إليكم الأمير فارس الدين أقطاي. ما الذي يريده الأمير فارس الدين أقطاي؟ أمرني أن أخبركم أن السلطان الصالح نجم الدين أيوب قد مات. يجب ألا يعلم أحد بالأمر، وهو يطلبكم لنجدة الجيش في المنصورة. لابد أن عسكر الفرنج قد أصبح داخل المدينة الآن. نل بعض الراحة، سنجهز القوات وسنسير معا بإذن الله. تبا، ما هذه القلعة اللعينة؟ أخشى أن يكون خلف هذا السكون مكيدة يا سيدي. إن قلت كلمة أخرى قتلتك، وأنا أعني ما أقول. هيا ورائي. نتوارى قليلا عن الأنظار لنشعرهم أننا راحلون. هيا. إنهم يتراجعون. ما رأيك؟ وهل يحتاج هذا إلى جواب؟ لنلتف عليهم إذا. هيا. جديد؟ لا جديد، ولكن هذا طبيعي، فالطريق من القاهرة إلى هنا يستغرق أكثر من ليلة. أعرف أعرف، ولكن الوقت ليس في صالحنا. نشدتك الله يا شجر الدر لا تجزعي، فالجزع هو السلاح الوحيد القادر على هزيمتنا. إن لمس الجند يأسا منا استسلموا طائعين. يجب أن نحافظ على رباطة جيشنا. أجل، هذا صحيح، ولكن اعذرني يا فارس الدين، إنني خائفة بل ومزعورة ولا أعرف ما أفعل. ومن لا يذعر في أحوال كهذه؟ Thank you.
لا أعرف كيف أنقل إليكم امتناننا بعد أن أنقذتمونا وأنقذتم الدولة من موت محتم. ولا شك أنكم علمتم بوفاة السلطان رحمه الله، إلا أننا لم نشأ أن نخبركم بذلك في بادئ الأمر لئلا تعم البلبلة والفوضى، وليس بغاية الحكم أو غيره. لا شك عندنا في ذلك يا سيدتي. بعد وفاة السلطان ووزيره، من أولى منك بالحكم يا سيدتي؟ إذ أن تورانشاه لا يزال في الموصل، بل إنه في الطريق، وما هي إلا أيام ويكون بيننا. سيدتي، لا يجوز لنا أن نفرح بالنصر، ما يزال النصر بعيدا عنا. جيش كبير للويس قريب منا في برمون، كما أن ضميات له الآن بكل ما فيها من تحصين. وشكرك لنا سيدتي يجعلنا نشعر وكأننا غرباء عن مصر ولسنا من أهلها. يعلم الله أنني لم أقصد ما فهمت، إلا أنني وددت أن أؤكد أن النصر ما كان ليتم دونكم. ما قاله ركن الدين صحيح، وجيش الفرنجة ما زال مرابضا في برمون، وعلينا أن نفكر بطريقة تقطع دابرهم إلى الأبد. أخشى أننا لن نستطيع فعل شيء الآن، فقد علم الجند بوفاة السلطان رحمه الله، وأعلم كما تعلمون أنهم لن يتحركوا دون قيادة تتولاهم، لذا لن نستطيع فعل شيء حتى يصل تورانشاه. أعتقد أنه لن يطول انتظارنا له. نستأذنك الآن يا سيدتي. قبل أن تخرجوا، عز الدين ستتولى قيادة فرقة تحرس البلاد إلى أن يصل تورانشاه. يمكنكم الذهاب الآن. أمرتكم بالانتظار حتى آتي بالجيش إليكم، قلت أمنوا العبور فقط. نحن لا نعلم شيئا من أوامرك يا صاحب الجلالة، كنا تحت أمرة الأمير روبرت وقد فعلنا ما أمرنا. روبرت الذي ضيع كل ما فعلناه حتى الآن، كان دخول المنصورة قاب قوسين أو أدنى منا. وأين هو الآن؟ أسير لديهم؟ بل لقي حتفه على يد أحد أمرائهم يا صاحب الجلالة. ذلك أفضل من أن يساوموني عليه. سنتابع الحرب، لن تؤثر فينا معركة صغيرة، فهم لم يخبروا جيشي كله وأنا أقوده بعد. اذهب استدعي ألفونس. لقد مرت انتقاداتك اليوم لشجر الدر بسلام، ولكنها لن تمر دائما، فاحذر من ألاعيبها. أنا لم أعتد هذا ولا أريد أن أعتده. ما ولت شجر الدر أيبك إلا لغاية في نفسها، ولن يتأخر تورانشاه أكثر من أسبوعين. استأذنك. Thank you.
اسمي دليلة يا مولاي، واحدة من وصفات السيدة شجر الدر. وماذا تفعلين هنا بعيدا عن سيدتك؟ إنما أنا هنا بأمر من مولاتي. لعلي قد أخطأت المكان. بل أنت في المكان الصحيح، لقد أرسلتني شجر الدر إليك، ربما تحتاج إلى شيء. لقد أخبرت سيدتك أنني لا أقبل الجزاء عن دفاعي عن أمتي، فامضي من هنا. أمضي؟ ولكن قلت لك امضي من هنا. كما تشاء. بسرعة يا دليلة. لقد رفضني يا مولاتي. اذهبي الآن. ما الأمر يا فارس الدين؟ وصلتنا أخبار أن قوة جديدة من الفرنجة قد حلت في نفس المكان الذي حلت فيه القوة السابقة. أي هم ألقته علي الأيام؟ ألن يصل تورانشاه بن أيوب أبداً؟ ما خطب مولاتي؟ إنه أمر بسيط، والقوة حسب ما بدا لي صغيرة ولا تسبب القلق. يبدو أنهم لم يتعظوا مما حدث سابقاً، وسحق القوة الجديدة سيكون بإذن الله أسهل من سحق القوة القديمة. لا يا عز الدين، سحقهم ليس سهلاً. إن لويس ملك يحفظ ملكه منذ زمن ويحرص عليه، ولا يجوز أن نستهين به وبحنكته، ولا تظنن أنه سيكرر ما فعله سابقاً، بل سيفكر في أمر جديد هذه المرة. إنك محق يا فارس الدين، ولكن ضرب القوة الجديدة هذه أمر لا بد منه، بل هو ضروري جدا، وعلينا أن نتصرف فورا إزاء ذلك. لذا أرى أن يخرج عز الدين أيبك لضرب ذلك التمرد وإنهائه. أعذريني يا سيدتي إذ أقول إنني خبرت الحرب أكثر منك، وهذا العمل خطأ فادح. لن تكون هذه القوة قد نزلت دون مهاجمتنا إلا لأنها تنتظر تعزيزات من قوة أكبر، لا شك أنها في الطريق، وقد تصل هذه التعزيزات أثناء اشتباك عز الدين مع جيش الفرنجة. عندها نخسر كل الجند الذين أرسلناه. وإذن ماذا تقترح؟ أن يذهب عز الدين على رأس الجيش لمناوشة القوة وإرهابها، وليس لمحاربتها وإبادتها
لأنه سيعجز عن ذلك. ليكن إذن، جهز قطعة من الجند يا عز الدين، واحفظ ما اتفقنا عليه، فإننا بحاجة إلى كل جندي لدينا الآن. وأما أنت يا ركن الدين فستذهب على رأس قطعة أخرى من القوات لتقطع طريق الإمداد بين دمياط وبرمون. اهلا مولاي السلطان. فارس الدين يا اخطائي، كم اشتقت اليك. مضت العديد من السنوات دون ان اراك فيها، لكن اخبارك كانت تصلني بالتتابع. الم تعرف كيف تردهم على اعقابهم؟ لقد فاجؤونا، ومن الواضح ان قصدهم كان المناوشه لغير. لقد دخلوا الى القلعه وتحصنوا بها. يجب ان لا تستعصي القلعه علينا كثيرا. ما يزال أمامنا طريق طويل إلى بيت المقدس. بقي أمر آخر. لقد سمعنا بالأمس هتافا كبيرا في المدينة. يبدو أن وريث عرشهم قد وصل. هذه مصيبة جديدة. لقد أصبح لديهم الآن قيادة تنظم مقاومتهم. يبدو يا ألفونس أن وضعنا مزعزع جدا، وليس لدينا سوى الانسحاب إلى جوار دمياط. أبعد أن قطعنا كل هذه المسافة؟ وماذا نستطيع أن نفعل؟ المؤونة على وشك النفاد، وقد نجحوا بالاستيلاء على سفينة الإمدادات التي جاءت من قبرص. ليس لدينا سوى العودة الآن يا ألفونس، مع الأسف. إن سعادتي لا توصف بأن أجد الوضع مستقراً إلى هذا الحد، لذا يتوجب علي أن أشكركم وأن أكافئكم أنتم وزوجة أبي شجر الدر. إنني أقول لكم ما جئت لا لأرتاح ولا لأقعد، بل لأتابع ما بدأه والدي رحمه الله.